ده لابتوب مين اللي جنبي ده؟ النظام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت هيجي، كل حاجة هتشتغل دلوقتي حالا. احنا بس معلش احنا اسفين على التأخير، بس كان في تكنيكال ايشو وحليناها الحمد لله. ومستنية بس كل الناس تدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي طيب، سامعيني كده صح؟
ايوه بيرفكت، حلو قوي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، وسعيده جدا ان احنا النهارده ان شاء الله هنعمل الويبينار اللطيف ده مع بعض، وهنتكلم على موضوع من المواضيع اللطيفه اللي انا بحبها، العلاقات وسنين العلاقات اللي مدوخنا وتعبانه في حياتنا. ومش هديكم بقى مقدمه طويله عن نفسي، اغلبكم عارفني، هحاول احكي لكم اي حاجه كده عن انا بعمل ايه في الحياه في وسط ما احنا بنتكلم عشان نخش في الموضوع على طول. والنهارده عايزين نتكلم على أكتر 5 اعتقادات خاطئة أو مفاهيم مغلوطة عن العلاقات اللي بتخلينا مش مبسوطين في العلاقة، بتخلينا نختار غلط، بتخلينا تعساء وهكذا. عقبال ما بقيت الناس تدخل، وقبل ما نبتدي عايزة أسألكم سؤالين، اكتبوا لي كده في الشات وأنا هقرأ الكومنتس بتاعتكم. كم حد فيكم متجوز؟ أنت متجوز ولا لأ؟ سنجل، ما اتجوزتش قبل كده، أو سيبريتد، يعني كنت في علاقة خرجت منها. عايزة أعرف إجابة السؤال ده. وعايز اعرف اجابه سؤال تاني، هل حضرت اي كورس او ويبينار عن العلاقات قبل كده ولا لا؟ اديكم دقيقه كده تجاوبوا وهبص على الاجابات بتاعتكم. الحاله الاجتماعيه، وهل حضرت حاجه عن ال ريليشن شيبس ويبينار او كورس او كده ولا لا؟ اوكي، سنجل، متجوز، متجوزه، سنجل، سنجل. والله انا مبسوطه بكلمه السنجلز اللي حاضرين معانا النهارده. ماريد؟ لا، ما حضرتش، ما حضرتش قبل كده. منفصله؟ جميل، اوكي، طيب، حلو قوي قوي، ماشي. ليه السؤالين دول؟ السؤال الاولاني، سواء انت متجوز او مش مرتبطين او سيبريتد، احنا كنا في علاقه وخرجنا منها، فالكلام اللي هنقوله النهارده هيبقى مفيد جدا جدا ليك، ومهم جدا ان انت تتعلم عن العلاقات، لانه انا بشتغل في العلاقات، في المجال بتاع العلاقات بقالي سنين طويله جدا، وعلى مدار السنين كنت براقب الديموغرافيكس، الناس اللي بتيجي. الاول زمان كانت الناس اللي بتيجي تحضر كورس عن الريليشن شيبس كانوا مينلي بيبقوا ناس عندهم مشاكل كبيره قوي في جوازاتهم وعايزين حد يساعدهم يحلها. على مدار السنين الوعي بدأ يبقى موجود، فبدأت الناس تتغير، وتبقى من قبل ما ندخل في علاقة ناس كتيرة بتحب تتعلم عن العلاقات وتحضر علاقات وكورس عن علاقات وهكذا، عشان تعرف أعمل إيه وما أعملش إيه وإيه الصح، وابتدي العلاقة أصلا على نظيف زي ما بيقولوا. وناس كتير بقت بتحضر وهما متجوزين ومبسوطين في جوازاتهم وكل حاجة والدنيا ماشية تمام، بس عشان أطور من العلاقة دي. وناس بتحضر طبعا لازالت متجوزين وعندهم مشاكل في جوازاتهم عشان تحاول تحلها، وفي ناس بتحضر طلعين، يعني خلاص طلعوا، كانوا متجوزين طلعوا من العلاقه اصلا عشان اتعلم انا ايه اللي ممكن اكون عملته غلط عشان اتفاداه المره اللي بعديها. فايا كان انت متجوز او سنجل او سيبريتد، ان شاء الله الكلام بتاع النهارده يفرق معاك كتير قوي. السؤال بتاع هل انا حضرت كورس عن العلاقات قبل كده ولا لا، مهم بالنسبه لي جدا، لانه احنا يا جماعه زي ما دايما بقول في السوشيال ميديا كده، احنا في المدارس، احنا في المد ثانيه السؤال اللي سألته لكم بتاع احنا حضرنا كورس عن العلاقات قبل كده ولا لا، السؤال ده مهم لانه احنا في المدارس بنتعلم كل حاجه، بنتعلم ازاي نحل مسائل حسابيه، وبنتعلم نحو، وبنتعلم لغات، وبنتعلم حاجات كتير قوي، بس ما حدش بيعلمنا ازاي ندير علاقه، محدش بيعلمنا يعني ايه علاقة وايه طبيعتها واتصرف فيها ازاي وهكذا. ونتيجة القصة دي واحد بقى عند ناس كتير قوي فينا مفاهيم غير واقعية عن العلاقات اصلا، والمفاهيم دي في حد ذاتها بتبوظ العلاقة، بتخلينا نختار غلط لان انا عندي مفهوم خاطئ اصلا من الاول، بتخلينا ان احنا طبعا نتيجة المفاهيم الخاطئة دي ونتيجة الاختيارات الغلط ونتيجة ان محدش علمنا ندير علاقة ازاي، نتيجة الكلام ده كله بنبقى مش مبسوطين في العلاقات بتاعتنا. وفي ناس فينا بتطلع من العلاقة دي وتخرج منها ونتطلق وهكذا، ونسب الطلاق العالية اللي احنا كلنا عارفينها، وفي ناس بتكمل في العلاقة بس بتبقى ستك وتعيسة، وفي ناس بتكمل ومفيش مشاكل بس مفيش حاجة حلوة برضه، يعني هو العلاقه بقت مظهر اجتماعي لكن ما فيهوش مشاعر ولا فيه حب ولا فيها كذا. فمهم قوي قوي قوي، مبسوطه قوي قوي من كل الناس اللي حاضره معانا النهارده، ان انا ابتدي اتعامل مع العلاقه بشكل مختلف، واعرف ان انا محتاجه اتعلمها زي ما انا اتعلمت يعني ايه حساب ولا رياضه ولا ماركتنج ولا كمبيوتر ساينس ولا وات ايفر، محتاجه اتعلم عن العلاقات. وده يجيبنا لنقطه مهمه،
طيب هو انا بتعلم على العلاقات ازاي؟ يعني انا هل انا بتعلم على علاقات دي ان انا اقعد اسال ناس في علاقات ولا بعمل ايه؟ انا مثلا واحده من الناس اللي بدي كورسز عن الريليشن شيبس من 2014 2015 تقريبا، فاولموست اهو داخله في 10 سنين. وكان فارق معايا قوي في القصه دي انه لما كنت الناس بتسالني عن العلاقات قبل ما ندرسها ما كنتش بجاوب، ما كنتش بعرف ارد. ليه؟ لانه انا ما بحبش الاراء الشخصيه في الحاجات دي، لا انا احب ان انا اتعلم واشوف ايه العلم بيقول ايه في الموضوع ده عشان اعرف افيد الناس بيزد على العلم. ومن الحاجات الجميله قوي قوي اللي حاصله في الزمن بتاعنا ان العلاقات بقت من الحاجات اللي بتدرس، بيتعمل عليها ابحاث ودراسات وحاجات كتير قوي. مثلا في الكورس اللي انا بديه في ريليشن شيبس بكلمه معانا ريسيرش اتعمل على مدار 40 سنه، 40 سنة إنسان جايب ناس بيستضي الناس دول وبيتتبعهم على مدار 40 سنة وبيشوف مين الناس اللي كملت في العلاقات بتاعتهم وكانوا مبسوطين، إيه الحاجة المشتركة ما بينهم، مين الناس اللي ما كملتش في العلاقة أو كانوا تعساء، إيه الحاجة المشتركة ما بينهم. نطلع بأبحاث على إيه اللي بيبني علاقة، إيه اللي بيهد علاقة. فالموضوع محتاج مننا دراسة، مش مجرد إن أنا ابقى بالصليقه كده فاكر انه ما الناس كلها بتتجوز وخلاص، لا انا الموضوع محتاج دراسه، محتاجه ابقى عندي المعلومات اللي باخدها والناس اللي بسمعها ابقى عارف، او حتى الكورس اللي بحضره. ميزه الكورسات طبعا زي كده ان انت بتبقى مجمعه حاجات كتير قوي، بتبقى مجمعه علم في كتب كتير، بتبقى مجمعه اكسبيرينس من ناس كتير، الشخص اللي بيدي الكورس تشتغل معاهم فبيدي لك كده الزتونه زي ما بيقولوا. مهم بقى ان الكورس ده يبقى مبني على ساينس، على علم، يدي لك مانيوال كده ازاي يعني ايه علاقة وتديرها ازاي وهكذا، يبقى فيه ادوات ما يبقاش كلام نظري. ودي نقطة مهمة جدا، ان انا واحدة من الناس اللي ما بحبش الكلام النظري، اي حاجة بديها في اي كورس لو مش بتطبق، مش قابلة للتطبيق، ما بحبش اقولها اصلا. فلازم يكون في تولز ادوات، ولازم يكون في بيشتغل على مستوى البيليفز، وده في حد ذاته بيخلي ان الحاجات اللي بتتعلمها في الكورس ده او في ويبينار زي النهارده تبقى ليها أثر في العلاقة حتى لو الشريك الحياة مش حاضر. ليه؟ لأنك غيرت في الكواليس بتاعتك، يعني أنت مش مجرد غيرت في البرفورمنس أو الأداء بتاعنا، هقول إيه ومش هقول إيه. فلو أنا دلوقتي طب والله أنا بطلت أقول الحاجة الفلانية وبقيت أقول الكلمة العلانية، طب ما هو مراتي أو جوزي مش حاضر. لا، هي التغيير على مستوى البليفز اللي بيحصل في الكورسات والحاجات دي بيساعدك ان انت تدير العلاقة بشكل هيلثي للعلاقة دي نفسها، والعجلة بتاعتها بتمشي بشكل مظبوط حتى لو شريك الحياة ده مش حاضر. فالنهاردة هناخد حتة صغيرة ان شاء الله تفرق معانا يا رب ويجعل فيها النفع كده في موضوع العلاقات بتاعتنا دي، وناخد كلنا نية كده واحنا لسه في اول الويبينار ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق والاخلاص والتوفيق وينفعنا بالحاجات اللي هيعلمها لنا ويفتح عقولنا كده ليه انا ممكن استفيد ايه او انا ممكن اتغير في ايه عشان اعرف ادير العلاقة بشكل كويس. الكلام البسيط اللي احنا هنقوله النهارده بالاختصار هو طالع من كورس سول ميتس اللي انا بديه من 2015، وهو كورس ممكن اشرح لكم كمان شويه كده شويه حاجات عنه، بس هو بيدي مانيوال في قصه العلاقات دي، وانا بدرسه لناس متجوزين وسنجلز وكابلز وعندهم مشاكل ومش عندهم مشاكل وخرجوا من علاقات مختلف الاعمار، علشان خاطر اساعدهم ان هم يديروا العلاقه بتاعتهم بشكل مظبوط. اوكي، طيب اول misconception. misconception يعني مفهوم خاطئ او مغلوط عن العلاقات. اول misconception عن العلاقات بيخلينا تعساء هي ان العلاقه الحلوه الجميله المفروض تبقى هي بطبيعتها كده سهله وبسيطه وحلوه وما فيهاش اي مشاكل. فلو انا قلت العلاقه دي فيها شويه مشاكل او شويه محتاجه شويه شغل او انا محتاج اروح لكوتش او محتاج احضر كورس او وات ايفر، ده معناه ان العلاقه دي فيها مشكله كبيره بقى وايه شكلها كده مش باينه، لان الاسامبشن اللي عندنا، الزعم اللي عندنا، العلاقه الحلوه المفروض تمشي كده ايه بقوه الدفع. والقصه دي ليه مفهوم خاطئ؟ لانه بيخلي ناس كتير جدا فينا تتخدع في فكره انه العلاقه بدات كويس واحنا الاثنين كنا حلوين وجمال ومناسبين لبعض والدنيا كانت ماشيه زي الفل، وكأن العربيه دارت وانا بطلت ادوس بنزين بقى وبطلت اودي العربيه دي للصيانه وبطلت احط بنزين كويس وبطلت اعمل اي شغل بعديها، لان المفروض يا جماعه انا جايب عربيه كويسه فالمفروض لما ادور العربيه دي تمشي لوحدها. ده يا جماعه الكلام ده ما بيحصلش. A good relationship مهما بدأت كويس
مهما انت العلاقة كانت خطيرة وعظيمة، محتاجة شغل، محتاجة شغل ومحتاجة صيانة. والموضوع بيبقى عامل زي ايه؟ العلاقات دي عاملة زي الشركة كده. انا ممكن افتح شركة ويبقى الشركة دي فكرتها خطيرة وعظيمة وانا يعني عندي افكار فيها تجنن، بس الشركة دي لو انا ما قعدتش درتها بتركيز، انا ببذل فيها مجهود، انا بستثمر في الشركه دي، انا بشتغل عليها، انا بجيب حد يساعدني ان انا اتعلم ازاي اطور منها، انا على طول اون توب اوف المشاكل اللي ممكن تكون بتحصل في الشركه، ايه اللي هيحصل؟ الشركه دي هتقع مهما كانت بادئه كويس. فالفكره انه العلاقه محتاجه شغل، خاصه بقى ان احنا في حياه بتضغطنا بشكل رهيب، حياه السحله بتاعتها وكمية الريتم السريع اللي في حياتنا دلوقتي وكمية التوقعات اللي بنحطها على نفسنا بتخلي العلاقة دي لو احنا مش مركزين ومنتبهين ان احنا نشتغل عليها ونعمل لها صيانة، العلاقة دي بتقع. ودور لما بنتجوز وبعدين نخلف، دور الأب والأم بيبرز جدا، ودور الزوج والزوجة بيحصل فيه ايه؟ بيبتدي ينكمش. فأنا عايزين نتعامل، لو انتوا شفتوا كده عدد الناس اللي كتبت في الكومنتس ان هم عمرهم ما حضروا كورسات قبل كده، وفي ناس كتير ما حضروش لانهم مش شايفين حاجه مهمه اصلا، وفي ناس كتير شايفين انه يا جماعه ما اهالينا كانوا متجوزين عادي ولا هو يعني كانوا بيحضروا كورسات ولا كان في ويبينارز وسوشيال ميديا والكلام ده. ما كانش فيه. بس واحد، اهدافنا النهارده من الجواز مختلفه تماما عن اهداف اهالينا. الاهالي والجيل اللي قبليه واللي قبليه كان البيربس الاكبر من الجواز عندهم هو الامان، السكيورتي. فبالنسبه لهم الجواز معناها ايه؟ معناها ان انا بدور على منظومه مؤسسه فيها الاستقرار والامان وحط نقطه. النهارده احنا بندور على حاجه تانية خالص، بندور على كواليتي في العلاقه. وده اللي مخلي زي ما احنا بنقول انه نسبه الطلاق مثلا العاليه، ناس كتير قوي بتاخدها تقول انه ده معناه ان احنا بقينا جيل مش مسؤول و و تمام. بس هي بتدل على حاجه تانية برضو، ان احنا بالنسبه لنا الجوازه ما بقتش جوازه والسلام، ما بقتش القصه قصه ما هي الست بتربي العيال والراجل بيشتغل وبيصرف على البيت. بقينا بندور على جوده معينه في العلاقه، بقينا بندور على حد يبقى صاحبي مش بس جوزي، بقينا بندور على واحده تبقى سكن ليا مش بس ام العيال، بقينا بندور على كواليتي معينه. فطالما بقينا بندور على كواليتي مختلفه، يعني انا مش بقارن الاجيال عشان اقول مين احسن ومين اوحش، انا بس بقول يا جماعه خلينا واقعيين. لو انا عايز نتيجه مختلفه من جوازتي عن اللي كانوا الهدف بتاعهم من الجواز قبل كده، يبقى انا محتاج احط في الجوازه دي معطيات مختلفه، أتعامل بأدوات مختلفة، يبقى عندي وعي مختلف. فما تتوقعش من نفسك إنك هتطبق نفس المفاهيم اللي بنشوفها في التلفزيون أو بناخدها من ماما وبابا على الجوازة اللي أنت فيها دلوقتي وتتوقع نتيجة مختلفة. مش هيحصل. فالنهاردة لو أنت عايز كواليتي في العلاقة، لو أنت عايز البيبي اللي اسمه العلاقة دي، أنا بعتبر العلاقة حاجة سيبريت عن الراجل والست. يعني في راجل وفي ست وفي بيبي كده اسمه العلاقة ما بينهم. لو الراجل والست كل واحد اشتغل على نفسه مع نفسه، فالراجل مشتغل مركز في شغله و والست مركزة في حياتها وشغلها مثلا لو هي كمان عندها شغل او وات ايفر، والبيبي ده مش بنغذيه بشكل هيلثي، مهما العلاقة كانت بادئة كويس العلاقة دي هتقع. فميس كونسبشن مهم جدا عايزين نغيره، انه يا جماعة مهما كانت علاقة كويسة انت محتاج ستيل تعمل لها صيانة، مهما كان انت عندك مشاكل او ما عندكش مشاكل انت ستيل محتاج تعمل لها صيانة. يعني مش لازم نستنى، زي ما احنا في الحياة مش لازم نستنى ما الشركة تنهار وتخسر او استنى ما العربية تقف بينا في الشارع عشان اروح اعمل لها صيانة. لا، انا محتاج اعمل صيانة للريليشن شيب دي بكورسات، بكتب، بكوتشنج، بادوات استخدمها في الريليشن شيب دي علشان تفضل الريليشن شيب دي واقفه على رجليها. سبيشلي انه احنا الاثنين كل واحد فينا هو في بيت اهله وبيتعامل بديستنس من بعيد، واحنا مخطوبين او مع بعض في الاول حاجه، ده حماده، ولما بنتقفل علينا باب واحد حاجه تانية خالص. حاجه تانية مش معناها وحشه او اوحش او احسن، اتس ديفرنت.
فطبيعي ان انا جبت اتنين من باك جراوندز مختلفه بطريقه مختلفه بشخصيات مختلفه حطيتهم في بيت واحد، طبيعي انه هيحصل شويه احتكاكات وشويه كده صعوبات. ولو انا ما عنديش الادوات اللي اتعامل معاها مع الاحتكاكات دي، ما عنديش البروبر طرق الصحيحه في التواصل مع الطرف الثاني، العلاقه دي هتروح ومش هتبقى، وهفتكر ساعتها ان الاحتكاكات دي معناها بالتبعيه ان العلاقه الاختيار كان غلط. وهي مش شرط على فكره، ممكن يبقى الاختيار زي الفل، بس it needs work. The relationship needs work. ودي اول مفاهيم مغلوطه مهمه جدا بالنسبه لنا. فمثلا في كورس مثلا سول ميتس، احنا زي ما كنت بقول لكم، انا كنت حريصه جدا ان انا اعمل مانيوال للناس. المانيوال ده دوره انه دايما يبقى عندك، اولا هو مانيوال بيست على الريسيرش اللي بقول لكم اتعمل على 40 سنه. انا درست مع جون جوتمن، وجون جوتمن ده من البايونيرز في المجال بتاع العلاقات الزوجيه. اذا ذكرت العلاقات الزوجيه لازم يذكر البحث بتاعه. ودرست مع جون جراي صاحب السلسله الشهيره رجال من المريخ من الزهره، وعملت من شغلهم هما الاثنين كورس سول ميتس. تمام. وكان فارق معايا قوي ان الكورس ده يكون عامل زي الخريطه. الخريطه دي بتقول لك الساينس بيقول كذا، وده هتطبقه بالطريقه الفلانيه، واوعى تقع في المشاكل الفلانيه، وهتبلدت اب، هتبني العماره، البناء بتاع الجواز بالخطوات الفلانيه. فمثلا في الاول الكورس او في الخريطه دي، اول ستيشن بنعدي عليها ايه اللي بيهد في الجواز. ليه؟ لانه كنت لسه النهارده بتكلم مع كلاين بقول لها احنا ممكن على فكره يبقى بناء الجواز بدا زي الفل، عماره سوليد، احسن نوع خرسانه، احسن نوع كل حاجه زي الفل، بس احنا طول النهار ماسكين في شواكيش ومطارق وبنهد في البناء. مهما كان البناء ده سوليد، مسيره هيقع لو انا بعمل بهد فيه. فبنقعد نتكلم الاول ايه الحاجات اللي بتهد فيه البناء بتاع الجواز مهما بدأ كويس، عشان كل واحد فينا يشوف ايه الاخطاء اللي انا بعملها بتهد في البناء ده. لان طبعا احنا شاطرين قوي ان احنا نقول جوزي او مراتي بتعمل كذا، لكن ما بناخدش بالنا طب احنا بقى بنعمل ايه. بعد ما بنعمل القصه دي ونوقف الهد ده شويه، بنبتدي نبني. فاول حاجه بنبنيها هي ايه؟ الصداقه. انا اصلا ما بفهمش يعني ايه اتنين متجوزين كل واحد فيهم عنده صحاب كتير في حياته، بيعرف يسابورت الناس تانية في حياته، بيتبسط مع الناس تانية في حياته، بس مع شريك الحياه هما مش صحاب. ده الصداقه دي هي اساس اي علاقه اجتماعيه. فازاي ما نبقاش صحاب؟ احنا مش صحاب يلا بينا نبكي على الاطلال، لا هي مش كده. هو احنا مش صحاب تمام، يلا بينا نبتدي نبني الصداقه. فنشوف بقى، بنقعد نتعلم في الكورس هبنيها ازاي. طيب اعرف الشخص ده اكتر ازاي، ازاي ابلد معاه تقدير، ازاي احط معاه رصيد وانا كمان اساعده ان هو يحط عندي رصيد، ازاي يبقى في ما بيننا اساس من الصداقه تخلينا ان احنا نعرف نصمت في الحياه دي اللي فيها بتقعد تخبط فينا ups and downs، وفيها احنا بنختلف، واحنا نفسنا كبني ادمين بنتغير على مدار السنين. فاللي بيخلي علاقتك، لو انت عندك حد من صحابك صاحبك بقاله 10 20 سنه، اللي بيخلي العلاقه دي سوليد مش ان ما حدش فيكم اتغير، لان لو انت ما اتغيرتش بقالك 20 سنه يبقى احنا عندنا مشكله. انت اتغيرت وهو اتغير، بس العلاقه كان فيها اساسات معينه انتوا غذيتوها بذره وانتوا سقيتوها، فخليت العلاقة دي فضلت موجودة. ما كنتوش عملتوا كده كانت الصداقة دي باظت، حتى لو كانت هي كانت كويسة زمان. فبنقعد نتكلم على فكرة الصداقة ازاي بنبنيها وازاي بنعززها وازاي بنغذيها، وازاي ان احنا بنفهم احتياجات الراجل والست فيما يخص العلاقة الاجتماعية دي، وازاي نبني رصيد عند بعض. وبعدين بقى لما نبقى اصحاب ونبني الرصيد ده، تعالى بقى نشوف هنتعلم ندير الخلافات ازاي. لانه طبعا في ناس كتير قوي مش فاهمه انه اي علاقه في الدنيا ما فيهاش خلافات تماما، هي علاقه سطحيه اصلا، فطبيعي يبقى في خلافات. الرك بس على ايه؟ في ناس عندها الادوات الصحيحه ان هي تدير الخلافات دي، مما بيجعل بعديها العلاقه قويه اكتر. وفي ناس بالنسبه لها سوري يعني بتلوش في موضوع الخلافات دي، وتخبط وترزع وتستخدم حاجات من الشواكيش اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها. فاي خلاف يبقى بيكسر في البناء بتاع العلاقه تاني. فبنقعد نتكلم في الستيشن دي على كونفليكت مانجمنت، اداره الخلافات، وبنتكلم بقى على فروق في طريقه الارتباط اصلا عند كل واحد فينا لوحده. طب احنا الفرق بين الراجل والست في المخ عامل ازاي؟ طبيعه الخلافات الزوجيه انواعها ايه ونديرها ازاي؟ عشان في الاخر بعد ما نبني الدورين دول، الصداقه واداره الخلافات في البناء، نبني بقى ايه؟ الشيرد فيجن او الشيرد جولز. يبقى عندنا احنا الاثنين رؤيه مشتركه، اهداف مشتركه، طقوس في الكونكشن. وده ليه كل ده؟ عشان يبقى عندنا ده مانيوال، يبقى عندك المانيوال ده
ايا كان انت في انهي ستيج في علاقتك بشريك حياتك، انا لسه ما دخلتش في علاقه اصلا، انا عندي مانيوال يقول لي اعرف الشخص ده ازاي واختاره على اساس ايه واتعامل معاه ازاي. انا في اول العلاقه عندي مانيوال يقول لي من الاول ابني الموضوع صح ازاي. انا في وسط العلاقه والعلاقه جميله جدا عندي مانيوال يقول لي احط رصيد اكتر عند بعض ازاي ونقرب من بعض ازاي. في ما بيننا مشاكل عندي مانيوال يقول لي ادير الخلاف ده ازاي. طلعت من العلاقه اصلا عندي مانيوال يقول لي بص شوف انت ايه الاخطاء اللي انت غلطت فيها وازاي ممكن تصلحها. فكل الخلاصه دي عشان اقول لك ايه الكلام الرغي كتير ده، عشان اقول لك انه اول نقطه مهمه قوي تعرفها، علاقتك بشريك حياتك محتاجه شغل ومحتاجه منك تبذل، تستثمر في تعلمك، تستثمر وقت ومجهود وفلوس انك تتعلم، عشان انت بتقضي في العلاقه دي تلتين حياتك. فلو تلتين حياتك عايشها في علاقه انت مش سعيد فيها، انت تعيس. والتعاسة في العلاقات مش بس بتبقى في العلاقة، هي بتسمع بتسرطن الحياة، فبتلاقي نفسك في جوازتك، في قصدي في شغلك مش مبسوط، في تربيتك لأولادك مش عارفة تربي، في صحتك حتى بتتأثر. فليه طيب نعمل في نفسنا كده؟ ليه ما نتعلم زي ما بنتعلم ماركتينج وسوشيال ميديا وساينس وكل حاجة تانية. المفهوم الخاطئ التاني اللي برضو منتشر جدا وبسمعه كتير من كلاينتس وفي الكورسز وهكذا، انه لما تبقى العلاقه دي حلوه والحب ده الحب الحقيقي، حتى اسمه ايه محمد فؤاد كان بيقول ايه، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. فلو هو حب حقيقي طبيعي ان هو هيعيش وهيفضل الباشن اللي فيه والغرام والانتقاء اللي هو المشاعر دي عمرها ما هتقل، عمرها ما هتفيد. طبعا الكلام ده اي كلام، اي كلام ليه؟ لاسباب كتيره. واحد، احنا في اول العلاقه اصلا بتبقى مساعدانا هرموناتنا، يعني في هرمونات سيرج اوف هرمونز عالي جدا جاي من ايه؟ جاي من ان انا اكسايتد، انا ما اعرفش الشخص ده، في مغامره جديده، مخي بيقول لي في مغامره جديده احنا داخلينها، حتى لو كانت الجواز صالونات على فكره، في حاجه جديده مثيره فضولي، انا عايزه اعرفه، انا عايزه اقرب المسافه اللي بيني وبينه. الاحساس ده ريجسترد اوريدي عند المخ، بيعلي هرمونات زي الدوبامين والادرينالين وهرمونات من هرمونات السعاده، وبيخلينا من غير ما نبذل مجهود عندنا شغف وعندنا حماس وعندنا اكسايتمنت. تمام؟ احنا بقى بمنتهى الطيبه اللي في الدنيا بنتخيل انه المشاعر دي بتفضل كده طول الوقت. وبعدين ندخل في الجواز، الجواز منظومه الجواز بتعمل ايه؟ فيها روتين وفيها استقرار، والاستقرار ده ساعات كتير كل ما بيزيد، والروتين ده ساعات كتير كل ما بيزيد، ساعات المشاعر بتاعت الاكسايتمنت والرغبه والباشن دي بتقل. فلو انت سايبها السيريا نورماندي بدفع الذاتي كده، لا عادي جدا ان الباشن ده هيقل، هتبقى ممكن تبقى مستقر في العلاقه والعلاقه ستيبل وما فيهاش مشاكل، بس انت مش حاسس كده حب كده والمشاعر واللفلفة اللي كانت موجودة في الأول، وتبقى مش فاهم طب خلاص بقى أنا هكمل كده وخلاص، ما هو واضح إن كل العلاقات كده، لو أول ما بنخش الجواز الحب بيطلع من الشباك والكلام اللذيذ اللي بنقوله ده. لا، it's not like this again. هرجع وأقول تاني وتالت وعاشر، it's about إنك تشتغل في العلاقة دي، تشتغل عشان تعرف تعمل البالانس، التوازن ما بين إنه إحنا الاتنين عرفنا بعض وبقينا 10 20 30 سنة مع بعض وفي ما بيننا السكيورتي دي، بس في نفس الوقت احنا بنعرف نبقى بلايفل مع بعض، بنعرف نلعب، بنعرف ننكش بعض، بنعرف نفضل نغذي الاكسايتمنت، نفضل نغذي الدوبامين اللي في الريليشن شيب. فالباشن ويل فيد، ممكن يبقى ترو لاف والحب جميل وحقيقي، بس يبتدي يهدى ويقل والباشن يفيد، وده مش معناه ان ده ما كانش حب حقيقي، لا ده معناه بس ان انت محتاج تشتغل شويه على انك تفضل محافظ على روح الفريش في ريليشن شيب. في ناس تقدر تعمل كده وهي متجوزه بقى لها 15 سنه، في ناس الداينامكس ما بينهم، التعاملات اللي ما بينهم، الطريقه اللي بيتعاملوا بيها مع بعض، الرصيد اللي بيحطوه مع بعض، الكواليتي تايم اللي بيعملوها مع بعض بتفضل دايما. عارفين يا جماعه، مش في ام فور اكزامبل مع ابنها، ابنها عنده بقى لها 10 سنين 15 سنه مربياه وكل حاجه، بس هي كل شويه هي وهو بيعملوا حاجه جديده،
سافروا يتجربوا التمرين الفلاني يعملوا كذا، ففي دايما روح، في دايما دم جديد في الريليشن شيب ما بينهم. وفي حد تاني لا خلاص بقى هي بتاكله وتشربه وشكرا وهو موجود. البيبي بتاع الريليشن شيب ده نفس القصه. لو انا عملت عرفت اعمل البالانس ما بين انه في امان وفي روتين والشخص ده انا عارفاه، بس في نفس الوقت انا حريص جدا ان انا اعرفه، اعرف الفيرجنز الجديده بتاعته لان هو بيتغير، اعرف التغييرات بتاعته، مش هقعد انت اتغيرت وانت ما بقتش مش عارفه زي زمان. اه ما هو طبيعي يبقى اتغير ما بقاش زي زمان. هل انا حريص ان انا اعمل ابديت للخريطه بتاعته عندي ولا لا، تحديث لمعرفتي بيه ولا لا؟ هل انا حريص ان انا افضل احط رصيد بطرق كرييتيف في العلاقه دي ولا لا؟ هل انا حريص ان نفضل حريصين على دور الزوج والزوجه، ولا خلاص هو اب وام وخلاص شكرا على كده كل سنه وطيبين الجوازه خلصت ونفوق للقصه دي بعد ما الولاد يخرجوا من البيت يروحوا بقى جامعتهم او يتشغلوا او يبقى ليهم حياتهم، واكتشف ان انا مش عارفه ابص في وش الشخص اللي معايا. ف it will fade الباشن حتى لو الحب ده ترو، لو احنا ما كناش حريصين ان احنا نغذيه، او لو احنا كنا بنكسر فيه. يعني هرجع لكم تاني الفريم ورك بتاعت سول ميتس اللي بقول لكم عليه بتاعت الكورس. لو انا بستخدم الديزاسترز اللي هي ايه الشواكيش، بنتقد كتير، على طول عندي تبرير لكل حاجه وبقلب الترابيزه، بقلل من اللي قدامي وبحقر منه، كل حاجه شايلاله على طول الذكريات المؤلمه، وكل حاجه بفتح له الصندوق الاسود، هو على طول بيسيء الظن بكل حاجه انا بعملها. دي كلها امثله على حاجات بتهد في العلاقه. لو انا بهد في العلاقه مهما كانت ترو لاف، الحب ده والمشاعر دي اتول فيد، هتروح. لو انا كمان حاجه تانية، ان انا لو انا في الفريندشيب كنت حريص ان انا املى حساب المشاعر كاني بحط رصيد في الحساب بتاع شريك حياتي، الباشن ده مش هيفيد، هيفضل موجود. لو انا دايما حريص، عارفين زي الفيتامينز اللي بناخدها، احنا مش بناخدها مره وخلاص، احنا بنفضل ناخدها، فالصحه بتفضل موجوده، بنفضل نعمل ديتوكس لجسمنا، بنفضل نلعب رياضه. فلو انا حريص على حاجه زي كده، الباشن واللوف ده مش هيفيد، هيفضل ياخد اشكال مختلفه في العلاقه، وكل شكل منهم هيبقى اكسايتنج وهيبقى شكل جميل. وهتلاقي نفسكم بقى بتشوفوا المنظر بتاع ايه، المنظر ده اللي بحبه قوي، الناس الكبار في السن اللي هو خلاص هم عواجيز ويا دوبك بيتسندوا اصلا على العصايه، بس بيحبوا بعض لسه. وتلاقي لسه الراجل حريص انه شاف يفرح لها شعرها ازاي، وهي حريصه انها تناقشه ازاي، ولسه في ما بينهم ذس love or this passion or this feelings of freshness اللي موجودة، عشان هم حطوا رصيد زمان. فالنهاردة لما ما بقوش قادرين يعملوا بقى لبعض حاجة، بيسحبوا الرصيد ده when they retired. لو أنا مش محوشة طول حياتي فلوس، لما ريتاير مش هبقى معي فلوس. لو أنا مش بحوش في العلاقة دي، لما يجي وقت أنا تعبانة أو هو عنده مشاكل أو إحنا كبرنا أو حد مرض أو في وقت stressful في حياتنا، هتلاقي اصلا احنا كنا على الحرف، هنبقى مديونين في العلاقه والباشن هيروح. اوكي طيب، مفهوم خاطئ رقم 3، والمفهوم ده لذيذ ولطيف وامور وبشوفه كتير قوي برضه. المفروض انه يا جماعه لما ادخل علاقه، العلاقه دي تبقى بتشبع كل احتياجاتي، ويبقى الشخص ده بابا وماما وانور وجدي، وبينتشلني من التعاسه الى السعاده. خير وانت داخل في علاقه مع الساحر مدحت ولا ايه؟ بأمارة ايه؟ زمان برضو من المميزات اللي كانت موجوده في الاجيال القديمه العلاقات الاجتماعيه، ان هم كان المؤسسه بتاعت الاسره دي الراجل بينزل مثلا يروح الشغل او اتقابل، والست بتقعد في سوشيال سيركلز، جيرانها في العماره، عائلتها، منطقتها، and so on. فاحتياجاتها النفسيه كبني ادمه بتلبى من ناس كتير. دلوقتي احنا بنبقى عايشين في عماره واحده ومش عارفين الجيران اصلا، مش عارفين مين اللي ساكن في العماره اللي فوقينا، وبقينا منغلقين على نفسنا. وده من مساوئه ايه؟ ان هي خلت كل واحد فينا معلي جدا توقعاته من شريك حياته وتوقعاته من العلاقه دي المفروض تعمل فيا ايه. فانا قاعد كبني ادم مهمل احتياجاتي في الحياه، لا انا مثلا بظبط في علاقتي بنفسي ولا بربنا ولا عندي هوايات ولا مركز، مفيش صح، انا ام ان هابي، انا مش مبسوط ومستني الشخص
اللي يجي يبسطني بقى، مستنيه ان انا اطلع بس من بيت اهلي عشان اتجوز بقى وانطلق بقى في الحياه وابسط. It doesn't work like this. ليه؟ لانه مثلا جون جراي مثلا كان بيقول ايه، ان كل واحد فينا في العلاقه في حياته in general عنده تانك زي تانك البنزين كده. التانك ده 80% من مسؤوليه مليه مسؤوليه الشخص نفسه، و20% بس هي مسؤوليه شريك الحياه. فلو انت مش مبسوط في حياتك 80% من مسؤولية حل هذه المشكلة عندك انت، ان انت تشتغل بقى على نفسك، على البيربز بتاعك، على احتياجاتك التانية، على لو ما عندك مشاكل من قبل كده في حياتك، انسيكيورتيز معينة، ما عندكش صحاب، ما عندكش هوايات، whatever. ده 80% شغلك على ايه؟ انت بتشتغل على نفسك. و20% شريك حياتك بيعمله لك، بحيث انه لو انت ما عملتش 80% دول التانك بتاعك فاضي فانت تعيس. لو شريك حياتي عمل الماكسيمم بتاعه، حط ال 20% بتوعه، التانك هيفضل ايه؟ فاضي، هيبقى 20% بس، فانا هفضل تعيس. وساعتها انا هتهم مين؟ الجوازه. ده انا ما اتجوزت ولسه تعيس، انا اتجوزت وانا مش مبسوط. ليه؟ لانه ال 20% كان ولا حاجه في تانك فاضي. لكن لما ببقى انا حريص ان انا املى التانك بتاعي، لما الشخص ده بيجي يديني ال 20% بتوعه، انا ببقى appreciated، ببقى مقدر، ببقى شايفهم لان انا نفسي في حته حلوه. عشان كده كان بيقول ايه، your partner can only make you happier مش happy. شريك حياتك هيزود ليفل السعاده اللي انت فيه، مش هيخليك من تتحول من انسان تعيس لانسان سعيد. فما فيش حاجه اسمها ان شريك الحياه ده يا جماعه هو بابا وماما وانور والدي. هو انسان عنده مشاكله وعنده حواراته وعنده مشاغله وعنده حياه هو كمان عايز يعالجها، وانت نفس القصه، او انت يعني احنا الاثنين كده. فكل واحد فينا يبقى فاهم كويس قوي ايه اللي انا محتاج اشتغل عليه مع نفسي انا، يخصني انا في مالي التانك بتاعي انا، وايه اللي اتوقعه من البارتنر بتاعي عشان ما حملش العلاقه دي اكتر من طاقتها، ما حملهاش اكتر من اللي هتقدر تديهوني، فالعلاقه دي كلها تنهار بسبب توقعاتي غير واقعيه. اوكي، فالجود ريليشن شيب يا جماعه، والميت جزء من النيدز مرتبط بالعلاقه العاطفيه او العلاقه الحميميه، مش هيفولفل او مش هيملى احتياجاتك في الحياه. تمام، افتكروا بقى ايه، انه مش سحر مدح. اوكي، نقطة مهمة بس يا جماعة قبل ما نسكيب الحتة بتاعت meeting needs دي، مهمة قوي في relationship لما نبقى عايزين نلبي احتياجات بعض في العلاقة دي، ان احنا اصلا نبقى فاهمين الفرق بين الراجل والست فيما يخص الاحتياجات. عشان بس الوقفة اللي انا عايزة اقفها معاكم هنا ايه، ان احنا ساعات كتير بنقول اه والله ده شيء جميل قوي، طب انا عايزة اديله 20% بتوعي اللي هو ايه اللي المفروض اديهم له. حلو، هديهم له بيزد على ايه؟ هديهم له بيزد على اللي انا عايزاه يعمله لي، بيزد على اللي بيفرق معايا انا، بيزد على اللي بيبسطني انا. فبالتالي ممكن احط ال 20% مجهود والشخص ده مش حاسس بيهم اصلا، او مش مسمين عنده في حياته. عشان كده احنا في كورس سول ميتس بنقف وقفه كده نعرف النيدز بتاعت الراجل والست، بيزد حتى بيزد على بيولوجي، على هرمونز، عشان لما تيجي تدي، لما نيجي بقى بعديها بنتكلم على الرصيد، وبديهم افكار كتير قوي ازاي نبني رصيد. بنى الرصيد هنا مش مبني على اللي هيفرق معايا، مبني على معرفتي بشخصية الراجل ايه اللي بيفرق معاها، معرفتي بشخصية الست ايه الاحتياجات بتاعتها، عشان اعرف اديها ال 20% اللي هديهولها دول فعلا يفرقوا معاها وفعلا هي تقدره. فما يبقاش يبقى انا meeting the needs دي جاي من gender intelligence زي ما بيقولوا، ذكاء في التعامل ما بين الراجل، الفروق ما بين الراجل والست. حاجة تانية كمان في حتة الـ managing needs أو إعطاء الاحتياجات، بنتكلم في كورس والميتس على حاجة اسمها attachment styles. attachment styles دي بمنتهى السرعة يعني معناها طريقتي في الارتباط مع شريك حياتي. طريقتي في الارتباط دي، الستايل بتاعي في الارتباط في العلاقات يعني، في من اول حتى الاختيار، ما بيبقاش مبني على الشخص اللي انا مرتبطه بيه على قد ما بيبقى مبني على التاريخ بتاعي انا، مبني على انا اتعلمت ايه عن العلاقات من اهلي وعلاقتهم معايا، انا اتعلمت ايه عن الاحتياجات النفسيه من علاقه انا كنت فيها قبل كده. وبيست على اللي دخل في العقل اللاواعي بتاعي ده، انا بتعامل في العلاقه الجديده او برتبط بستايل معين. فلما نيجي نتكلم على meeting needs، احنا محتاجين احنا نبقى فاهمين الستايل بتاعنا
عشان ساعات كتير قوي لما بديهم السيشن بتاعت الاتاتشمنت ستايلز مثلا في سول ميتس، الناس اللي فاتحه بقها I didn't know ان انا عندي المشكله دي اصلا، وانا محتاجه اروح اتعامل معاها بعيدا عن العلاقه اساسا. انا مش انا ما ي... انا محتاجه اسد الفجوه دي، او اتعامل مع شعور عدم الامان اللي عندي ده، انا اتعامل فيه مع نفسي بعيدا عن ان انا عماله اضغط شريك حياتي ضغط رهيب عشان يسد فجوه عدم الامان، وهو كانسان مش هيقدر يعمل ده، انا اللي محتاجه اشتغل عليها. فبنعرف في ميتنج النيدز انا النيدز اللي عندي انا ناقصه ايه، فيهم ينفع احمله على العلاقه، وايه فيهم بتاعنا محتاجه انا اشتغل عليه لوحدي. اوكي انا هبص على الكومنتس بتاعتكم بعد ما نخلص. طيب عندنا كمان misconception رقم 4 بيقول ايه، بيقول انه العلاقه السليمه الكويسه الصحيه الاموره المفروض تكون 50-50. يعني ايه 50-50؟ برضو دي انا بسمعها كتير especially بعد الجو بتاع الست ملزمه والراجل مش ملزم، ولا راجل ملزم والست مش ملزمه، كانوا بيقولوها ايه، والدعاوي كتير اللي هي الخناقات الكتيره اللي شغاله بقى كتير بين الرجاله والستات. فدخلنا في ايه بقى، كل واحد فينا بقى واقف في العلاقه دي واحده بواحده، انا قلت كذا المفروض هو يقول كذا، انا صلحتها المره اللي فاتت هي تيجي تصلحني المره دي، انا جبت لها كذا، واحده بواحده. والعلاقات يا جماعه لا تقوم على كده تماما. احنا اللي انا بشوفه على مدار السنين اللي فاتت دي كلها في شغلي انه الناس بتروح في اكستريم. اكستريم يعني ايه؟ اكستريم من الناس بتقول العلاقه المفروض تكون قائمه على الحب الغير مشروط وعلى العطاء الغير مشروط، وانا مش مستنيه اي حاجه منه، اي كلام اي كلام، هو مش ابني ولا انت بنته ولا 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 هي بنتك، مفيش حاجه اسمها كده. انا مستني مقابل من العلاقه. الناس الوحيدين اللي انا مش مستنيين منهم مقابل هم اولادنا، مهما هم عملوا مهما تعبونا احنا بنفضل نحبهم ونديهم لان دي الغريزه اللي جوانا. انما حب تجاه جوزي او حب راجل تجاه مراته هو مستني مقابل، فهو it's not unconditional بمعنى ان انا مش فارق معايا، لا فارق معاك بدليل انك ممكن تبطل تحبها في يوم من الايام، صح؟ ولا انتوا برضو متخيلين ان الحب ده حاجة ابدية عمرها ما بتنتهي؟ لا ممكن تنتهي، ممكن تحب حد تاني، ممكن نتطلق وما نشوفش بعض تاني. ف it is conditional، بس ده مش معناه فيها انتظار لمقابل. ان انا اروح للإكستريم بقى الناحية التانية خالص بتاع ايه، بتاع واحدة بواحدة، اعمل لي وانا اعمل لك، انت المرة دي وانا، لا هي مش كده برضو. it's never 50-50. امال هي عامله ازاي الريليشن شيب دي؟ احنا فيها بدل ما احنا كل واحد فينا فوكست على واتس ان ات فور مي، انا هطلع من القصه دي بايه، انا ايه اللي هيبسطني دلوقتي، انا ايه اللي، لا انا بفيجر اوت ايه اللي هيفيد العلاقه دلوقتي. ففور اكزامبل لو انا النهارده عطائي والانرجي بتاعتي وهكذا 20% مش ايه، انا تعبان وعندي مشاكل كتير قوي مش قادر، شريك حياتي لو هو متمحور حوالين نفسه هيقول ايه، طب هي ادتني 20 انا بقى هدي 20 انا كمان، فالعلاقه دي كلها بقت المجهود المستثمر فيها كام، 40%، 20 من عندي 20 من عنده. اللي المفروض يحصل انا اديت 20 النهارده لان انا تعبانه، هو يدي 80 عشان نكمل ال 100. ولو هو في يوم مش قادر يدي ال 80 دول، نقعد احنا الاثنين مع بعض ويقول لي انا كمان تعبان، او انا كمان مش قادر، او انا كمان في حته وحشه قوي، نفكر ازاي كل واحد فينا هيدير حالته النفسيه بما لا يجرح في العلاقه، وبما لا يلوم على الطرف الثاني انه انت السبب على فكره، ونبتدي نكسر في البيبي اللي اسمه العلاقه دي، ونهرت نهرت بعض، نجرح في بعض. فازاي انه يبقى فيه، احنا على فكره لو خدتوا بالكم احنا بنعرف نعمل ده مع اصحابنا. فتلاقي مثلا ايه، فكر حتى في حد انت بتحبه قوي، فتلاقي صاحبك اللي انت بتحبه قوي ده لو هو في فتره قصر وما بيسالش بتقول انا هسال انا عليه اتس اوكي، لو هو في فتره مش مظبط ومش قادر يتكلم بتبوش انت وتقول طب انا هتكلم انا معاه، او انا هجيب له هديه وانا هزوره، فبتدي اكتر ممكن يكون من اللي كنت بتديه الاسبوع اللي فات عشان هو في الفتره دي مش قادر يعمل حاجه. ففي الاخر احنا بنكمل بعض وفي ما بيننا رحمه وتعاطف. بزعل قوي لما الاقي نفسنا بنعرف نعمل ده في العلاقات كلها، بنيجي عند الجواز ما نعرفش نعمل كده، ونبقى واقفين لبعض بالوحده،
ونبقى كل واحد فينا بيعلي على التاني اللي هو بيعمله او بيعلي على التاني اخطائه، ونقلب الترابيزه على بعض، وتبقى فيه نديه في العلاقه، كاننا فريقين ضد بعض وانا في نص كوره، فانا شط جون يبقى لازم هو يشوط جون، انا we are one team one team. فلو النهارده مراتك او جوزك مش قادر يعمل حاجه، كان مره كنت قريت كود بتقول when your partner doesn't have a smile give him yours، مش قادر يعمل حاجه النهارده ساعده، ادي شويه كمان، طبطب عليه شويه كمان، احتوي شويه كمان، عشان انت نفسك هيجي يوم هتبقى انت مش قادر على فكره، وهيبقى في رصيد ما بينك وبينه يخليه هو كمان يديك ساعتها. فالريليشن شيب مش دايما بتبقى 50-50 بالمنظر ده، او واحده بواحده بالمنظر ده. اخر مسكونسبشن هنتكلم عنه هو مسكونسبشن قاتل الحقيقه، ولما بسمعه بضحك، انه ناس كتيرة بتقول ايه، والله بصوا هو اصل الفروق اللي ما بين الرجالة والستات هي السبب في المشاكل اللي ما بيننا. جميل قوي. طب يا جماعة يا ترى ربنا سبحانه وتعالى لما كتب علينا نتجوز الجنس الاخر، ربنا حكيم، لو كان ربنا كتب علينا ده وهو يعلم انه لا ده في حد ذاته كور كده هيسبب مشاكل، طب ما كان قال لنا الستات تتجوز ستات والرجالة تتجوز رجالة، بس ده ما حصلش. في اختلافات بين الرجاله والستات، في اختلافات، مش اختلافات عشان انا رايي كده، اختلافات عشان التشريح الجسدي للبني ادم بيقول كده، مخنا مختلف عن بعض وطريقتنا مختلفه عن بعض، الهرمونز مختلفه عن بعض، في اجزاء في مخنا هنا انا الحته دي عندي اكبر والحته دي عنده اكبر، فبالتالي الفانكشناليتي بتاعتنا بتختلف، طريقتنا بتختلف. لما بنبقى مش فاهمين الفروق اللي بين الراجل والست، عدم فهمنا ده هو اللي بيعمل مشاكل. ليه؟ لان انا بدخل العلاقه متخيله ان انا بتجوز واحده صاحبتي بس شعرها قصير، وهو داخل علاقه متخيل ان هو متجوز واحد صاحبه بس بشعر طويل، فبنخبط في بعض جامد جدا عشان احنا مش فاهمين، ونبتدي نتهم بعض التهمات، ده انت اصلك ما اعرفش بارد، وانت اصلك دراما كوين وانا كديه، و لما بنعرف الفروق، يعني في حته في الكورس بتاع سول ميتس هنا، احنا اكشلي بنعرف حتتين في الكورس، بنعرف هنا في الاندرستاندينج مان اند وومن نيدز، بنتكلم على هرمون زي السيروتونين والدوبامين والاوكسيتوسين والتستوستيرون، ولما بنيجي في الحته دي مان اند وومنز برين، بنعرف الفرق بقى في حته اسمها فرونتال كورتكس والتيشو اللي ما بين الفصين المخ، بنعرف في حتت اعمق شويه في تكوين المخ. لما بنعرف الفروق، والله العظيم انا كل مره بقرا عن الفروق ما بين الراجل والست بقول سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى خلانا نتجوز بعض، عشان احنا بنكمل بعض بشكل غير عادي. ولو كان ست اتجوزت ست وراجل اتجوز راجل، كان العالم ده بقى متنايل بنيله، لانه مش هينفع. احنا فعلا بنكمل بعض لما بنفهم الفروق، بنكمل بعض. لو مش فاهمين، كل واحد فينا بيتهم التاني، الرجاله اصلها مش بتاعه جواز، اصل الستات اصلها كلها نكديه، ونوع بقى التام جنسيات بقى، الرجاله المصريين هم اللي كذا، لا الستات المصريه هي اللي كذا، لا هي مش جنسيه، هي راجل وست. مش هتفهم الفروق، هتقعد تقع في نفس الاخطاء وتفتكر ان المشكله في شريك حياتك. هنفهم الفروق هنقول ايه، يعني العلم نور يا ولاد، ولما عرفت اذا عرف السبب بطل العجب، لما عرفت ده عرفت ازاي اطلب الطلب بطريقه مختلفه، ازاي اوصل له المسج، ازاي اتعامل معاه وهو متضايق، ازاي اتعامل معاها وهي ستريسد اوت، وهكذا، عشان انا فهمت الفروق اللي ما بيننا. فالميكونسبشن ده اجان بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا حاجه مهمه جدا، انه يعني هرجعهم لكم كده كلهم تاني، الميس كونسبشنز اللي احنا قلناها النهارده، واحد قلنا عشان الناس اللي داخله متاخر، انه العلاقات الكويسه الجميله المفروض تكون سهله ومريحه، وايه يعني حاجه كده ناعمه وقويه كلها حنيه. لا، العلاقات الكويسه الجميله فيها حوارات وفيها مشاكل وفيها صعوبات ومطبات، ومحتاجه منك شغل، محتاجه منك صيانه. جايب عربيه مرسيدس هتحتاج تعمل لها صيانه، جايب عربيه فيراري هتحتاج تعمل لها صيانه، جايب عربيه تويوتا وات ايفر، انت محتاج تعمل صيانه. واسهل واحسن طريقه واضمن طريقه للقصه دي انك انت تحضر كورس مجمع لك فيه مفاهيم كتيره من كتب كتيره وعلم كتير، ويديك تولز واقعيه عمليه مجربه تعرف تستخدم بيه، تستخدم المانيوال ده في انك انت تعمل صيانه على العلاقه بتاعتك دي، وتبقى فاهم عندك التولز ان كل ما يحصل دروب انت عارف ممكن تعمل ايه. مفهوم الخطأ اللي بعديه اللي قلناه هي
انه لما الحب بيبقى الحب الحقيقي خلاص it never fades، ما بيهداش ما بيروحش، وده برضو مفهوم خاطئ، لانه الحب زي اي حاجه في الدنيا. الايمان بربنا سبحانه وتعالى، النبي قال لنا ايه؟ الايمان يزيد وينقص، وقال لنا في حديث تاني الايمان بيبلى كما يبلى الثوب. فوصلنا نعمل ايه؟ ما نشكش في الايمان لما ينقص، ولكن نجدده، فجددوا الايمان في قلوبكم. فاجان لما بنشتغل على الرصيد اللي بيننا وبين بعض، بنشتغل على التجديد في الريليشن شيب وهكذا، ونطلع بقى من الدراما بتاعت هاوي انا ما بقتش حاسه، يبقى انا ما بقتش احب، يبقى انا لازم امشي، والجو ده العلاقه بتبقى احسن. رقم ثلاثه اللي قلناه جود ريليشن شيب، العلاقه الكويسه المفروض ان هي تملى كل احتياجاتنا، فالمفروض هي تبقى خلاص انا هو ده اللي انا لقيته مالي عليا كل، لا ما هي مش كده، هي علاقة في حياتي، هو احتياج مهم جدا وخطير وجميل، بيفرق معايا في حاجات كتير قوي، بس في النهاية وفي حاجات تانية، في صحابه، وفي علاقتي بنفسي، في علاقتي بربنا، في علاقتي بأهلي، في علاقتي بأولادي، في احتياجات نفسية كتير وهكذا. فاعمل توازن ما بين الاحتياجات بتاعتك عشان تعرف تستقبل شوية الحاجات اللي شريك حياتك يقدر يديهم لك. وانا لما اجي اديله ال 20%، حط في دماغك ان احنا مختلفين عن بعض، فاديله الاحتياجات اللي هو محتاجها، مش اللي انا عايزها، مش اللي انا عايز اخدها. ما تتوقعش نفسك من الاخرين، افهم احتياج الراجل والست ايه، افهم بقى كمان احتياج الست دي تحديدا ايه جوه كوكب الستات، عشان تعرف تديها الاحتياجات بتاعتك. رقم أربعة قلنا إن العلاقة الكويسة المفروض تكون 50-50، كل واحد بيحط بالظبط نفس الأفرت. أنا يا جماعة بشوف كتير قوي في الكورس مثلا سول ميتس على سبيل المثال، الحمد لله بيحتاجوا رجالة وستات كتير، بس كتير جدا من الوقت بيبقى حاضر رجالة لوحدهم من غير شريك مراتاتهم، وساعات بيبقى حاضر ستات لوحدها من غير جوازاتهم. هل ده معناه إن الشخص ده علاقته؟ لا بالعكس، هو جاي مش يدي 50، جاي يدي أكتر من 50، جاي يدي أكتر شوية، وعنده يقين في ربنا سبحانه وتعالى ان انا اهو بحط 80% في العلاقه دي بحضوري مثلا الكورس، وعارف يا رب انك انت هتخلي العلاقه دي تمشي بشكل معين، وبشوف ده بيحصل. ولما حتى ما بيحصل، يعني بشوف انه فعلا شخص واحد بس بيكون حاضر، بس بتلاقي طريقه المفاهيم لما تتغير والادوات اللي بيستخدمها تتغير، العلاقه كلها بتاخد شكل مختلف. وبيبقى ساعات تيجي تقول لي ده انا جوزي بيقول لي هو انت بتحتاجي ايه اليومين دول عشان انا مبسوط قوي، او هو يجي يقول لي ده انا مراتي اما قلت لها الحاجات اللي بناخدها مش عارفه كذا، او فعجله العلاقه بتدور بشكل مختلف. وحتى لو ده ما حصلش، بيبقى الشخص ده حاسس ان هو بجد بجد عمل كل حاجه يقدر يعملها، مش قاعد صابر وساكت وبيقول انا صابر اهو وانا هعمل ايه، وهو passively صابر بسلبيه. يعني اخر حاجه قلناها انه المفاهيم الخاطئه ان الفروق ما بين الراجل والست هي في حد ذاتها بتعمل مشاكل، لا، هو وعدم فهمي للفروق هو اللي بيعمل مشاكل. لما بفهم الفروق دي والimplications او دي بتنطبع ازاي على طريقتنا وتصرفاتنا، بنكتشف ان احنا بنكمل بعض اصلا، وكل واحد فينا بيعرف يوصل ان هو يكون السكن والموده والرحمه اللي ربنا قال عليهم. الجواز من الحاجات، من احلى الحاجات في الحياه، لانه هي فعلا سكن وموده ورحمه، وحاجه بتضيف للبني ادم، وبتخلي ال1 بلس 1، انا جيت هنا وانت جيت هنا، ما بقيناش واحد، لان احنا مش واحد، ولا بقينا اتنين، احنا بقينا ثلاثه. يعني الكومبينيشن دي بتاعت الاسره دي خلت كل واحد فينا اتضاف لشخصيته. انا لم اذوب في العلاقه وبقيت مش موجوده، ولا هو كمان، ده انا بقيت واحد ونص، عشان انا اتضاف لي من شخصيتك، اتضاف لي من طباعك، اتضاف لي من طريقتك ومن العلاقه ما بيننا، وهو نفس القصه، فبقيت 1 plus 1 equals 3. الكورس بتاع سول ميت زي ما اتفقنا، زي ما كنت بحكي لكم، هو فيه بيدينا المانيوال ده، ان احنا ازاي نتعامل، نعرف ايه الحاجات اللي بتهد في العلاقه، ازاي نبني الصداقه ما بيننا، ونعرف احتياجاتنا، الفروق اللي بين الراجل والست، نبني تقدير ونبني رصيد، ازاي ندير الخلافات، ايه الستايلز الارتباط اللي ما بيننا، وومنز برين ومانز برين، وازاي انواع الخلافات الزوجيه، وفي الاخر ازاي نكون بيربس مشترك ما بيننا، عشان يبقى البناء بتاع الجواز ده في وجهه كده جميله، وفي فيجن جميله بيننا وبين بعض. الكورس ده ان شاء الله هيبتدي يوم 18 اكتوبر، يوم هيبقى كل يوم اربع، لمده اربع محاضرات، اربع سيشنز، فاحنا بنتقابل اونلاين على زوم كل يوم اربع من 6 ل 9 مساء بتوقيت القاهره.
بنقعد 3 ساعات بديكوا يعني حاجات معلومات وبديكوا هوم ورك نعمله، وبوريكوا حتى لو انا في علاقه اعمل الهوم ورك ده ازاي، ولو انا مش في علاقه اعمل الهوم ورك ده برضه ازاي. فبنتكلم لو انا شريك حياتي عارف اني بحضر كورس اعمله ازاي، لو انا شريك حياتي ما يعرفش ممكن اعمل الاكسرسايز دي معاه ازاي. المهم ان انا بالنسبه لي اهم حاجه بيبقى ان الموضوع يبقى براكتيكال تطبيقي. الكورس هيبقى اونلاين، المحاضرات هتبقى ريكوردد متسجله، فلو حد فيكم عايز بس مثلا فارق معاه انه مش هقدر احضر اول ساعه في سيشن من الاربعات دي هفوتها وات ايفر، تقدر تسمع التسجيل. اللانجوج بتاعت الكورس الباوربوينت بالانجليزي زي ما انتم شايفين، بس الماتيريال كلها الاكسرسايزز نفسها بالعربي وشرحي بالعربي، وهو مناسب لي الناس السنجلز والسبريتد، لو انا سنجل لو انا متجوز لو انا سبريتد كل دول هيستفيدوا من الكورس. الاوفر اللي انا عامله لكم النهارده اوفر قاعد لحد لمده 48 ساعه بالظبط وهيخلص. الكورس ده لو انت بتحضره لوحدك هتدفع المفروض السعر بتاعه الاساسي تدفع 3750 جنيه، لو كابل بيحضروه مع بعض هيدفعوا 6000 جنيه، ده السعر بتاع الكورس. بس الاوفر اللي انا عاملاه للناس بس اللي حضرت الويبينار النهارده لمده 48 ساعه، انك لو هتحضر لوحدك هتدفع بدل 3750 هتدفع 3375، ولو كابل بدل ما تدفع 6000 هتدفع 5445. ومش بس بقى كده، الحاجه الثانيه غير ان انت هتحضر الكورس بالسعر ده، ان انت هتدخل معانا في فري جروب كوتشنج سيشن، هنعمل محاضره متجمعين فيها جروب كوتشنج عن توبيك مهم قوي 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 وبيفرق كتير في العلاقات، وهي حبك انت لنفسك اصلا، سيلف لوف، لان الانسان ما بيعرفش يحب نفسه ما بيعرفش يحب الناس اللي معاه. فهديكوا الناس اللي هتحجز في الكورس لمده ال 48 ساعه اللي جايين تقدروا تحضروا معانا فري جروب كوتشنج سيشن، هي اصلا بفلوس هتحضروها فري، هنتكلم فيها عن السلف لوف وازاي ده ممكن علاقتنا بنفسنا دي ازاي ممكن تاثر على علاقتنا بشريك حياتنا. اللي هيحصل دلوقتي ان انتوا هيجي لكم مسج على التليجرام بتطلب منكم لو عايزين تعرفوا كل التفاصيل بتاعت الكورس، بتديكوا كل التفاصيل بتاعتها. كل اللي عليك تعمله انك انت بص على الكونتنت بتاع الكورس، بص على الحاجات بتاعته، اعرف كل المعلومات بتاعته، او لو عايز حد من التيم يكلمك يديك كل المعلومات، احجز مكانك واستنانا بقى ان شاء الله يوم الاربع 18 اكتوبر الساعه 6 بتوقيت القاهره، هنتقابل اونلاين، هنقعد مع بعض شهر 4 مرات، يعني مره كل اسبوع نتكلم في المانيوال اللي هيعلمنا يعني ايه علاقه، ازاي ندير العلاقه دي، ازاي ان احنا نطلع يعني العلاقات الوحشه مكلفه قوي يا جماعه، مكلفه من عمرنا، مكلفه من صحتنا، ندخل في علاقه ونختار غلط ونتعامل غلط وبعدين نطلع ونبذل سنين بعدها نتعافى من اثارها وبعدين نخش في كفايه، يعني كفايه كده، انت تستاهل تعيش في علاقه جميله. ومهما كان انت النهارده واصل لحته كده يائسه من العلاقه اللي انت فيها، ربنا سبحانه وتعالى جابك النهارده تحضر الويبينار ده عشان يمكن يقول لك ان لسه في شويه حاجات ممكن نعملها، ويمكن لما نعملها تيرن ثينجز اراوند، وربنا قادر على كل شيء، وتلاقي العلاقه دي راحت في حته تانية خالص، وتلاقي نفسك بقيت مبسوط في حياتك بدل ما تبقى عايش تعيس وعايش مش مبسوط. فانا متاكده ان الكورس ده ان شاء الله هيفرق معاكم كتير جدا جدا جدا، كورس بتاع سول ميتس، وهيفيدكم كتير قوي. اوكي طيب، الكورس ده مناسب للسنجلز، انا جاوبت على السؤال ده يا شيماء، ديفينتلي مناسب. انا اصلا اكتر ناس بحبهم يحضروا الكورس السنجلز عشان بحس ان هم بيتعلموا على نظيف كده، ويبتدوا العلاقه اللي هم داخلين على نظيف ويعرفوا يختاروا اصلا على نظيف، بدل ما انا كنت اتمنى وانا سنجل لسه ان انا احضر كورس زي ده بصراحه. ف مناسب للسنجل ده ديفينتلي. طيب يا وئام، هل ايام النبي كان في كورسات؟ ايام النبي كان في النبي، بس ما عنديش إجابة تانية ممكن أقولها، كان في النبي بيعلمنا وبيعلمهم وبيحل لنا مشاكلنا، إحنا بعيدنا قوي عن الموضوع ده. ومن ضمن سنة النبي على فكرة اللي النبي عليه كان بيحب يعمله، إنه كان بيتعلم، كان بيحب يجيب العلم من أهله، اللغة من أهلها، العلم في المجال الفلاني في الحرب من أهله، وده جزء من السنة إن إحنا إيه طلبوا العلم، ده طلب العلم ده جزء من الدين، فده لا يتنافى خالص مع أيام النبي كانوا بيعملوا إيه يعني. الكلام ده بينطبق على كل العلاقات الاجتماعيه يا خديجه، هاويفر الكورس هيبقى بيصب في العلاقه الزوجيه يعني، ولكن طبعا انت ممكن تستخدمي التولز دي في اي علاقه اجتماعيه. طيب اوكي. طيب يا جماعه انا ماشي، انا ما بص على الكومنتس بتاعتكم، ثانك يو سو ماتش على كل حاجه.
اللايف هيتسجل يس، وهنبعت لكم ان شاء الله التسجيل بتاع المحاضره. انا عايزه اشكركم جدا جدا على النهارده، وعايزه هستناكم كلكم ان شاء الله في الكورس بتاع سول ميتس 18 اكتوبر. متاكده ان الكورس هيفرق معاكم، فخدوا اكشن دلوقتي في الحياه، مش لازم نستنى لما كل المشاكل تحصل ونبقى تعساء عشان نتعلم على العلاقات. ولو حتى مش تحضروا الكورس ده، استثمروا يا جماعه ان انتوا تقروا كتب وتحضروا محاضرات وتتعلموا عن العلاقات، عشان اتس وورث ات. يعني احنا مش هي حياه واحده اللي عايشينها، فبلاش تلتين هنبقى عايشين في تعاسه يعني. Thank you so 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 much.